دعما وإسنادا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهم الصحفي محمد القيق وجمال أبو الليل ورائد مطير، انطلقت في مدينة رام الله المحتلة مسيرة لسيارات الدفع الرباعي احتجاجا على اعتقالهم الإداري. وأجابت المسيرة شوارع المدينة، حيث رفعت الأعلام وصور الأسرى المضربين وصولا إلى خيمة الاعتصام الدائمة التي أقيمت على مدخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. إلى سلطتنا الوطنية الأبية فخامة السيد الرئيس يبذل جهده قدر المستطاع بالإفراج عن هؤلاء الشباب. الإخوة القادة اثنين هذول عمرهم في الخمسين، مش حمل إضراب، مش حمل غرف عزل. رسالتنا أيضا إلى الصليب الأحمر، هيئة الأمم، إلى الاتحاد الأوروبي، إلى الدول العربية، إلى كل الشرفاء الأصدقاء أن يساندونا لإخراج هؤلاء الإخوة على الأقل من إضرابهم الإداري ومن السجن الانفراد اللي فيه. هذه الفعالية هي كمان رسالة أخرى من فريق الجحافل بالتوجه لخيمة الاعتصام بعد ما تجوب أنحاء وطرقات رام الله والبيرة. والتوجه لخيمة الاعتصام هو تعبير آخر عن التضامن وتكاتف أبناء الشعب الفلسطيني بكل فعاليات.